مايا رحال من ومضة، مع اليوم المؤسس والمسؤول عن التكنولوجيا في صافون انرجي والمخترع أنيس العويني. هاي أنيس، هاي، ازيك ماين؟ كيفك اليوم؟ الحمد لله الحمد لله. خبرنا شوي باختصار شو هي صافون انرجي؟ صافون انرجي هي مؤسسة مسؤولة عن كل ما هو اختراعات وإبداع في مجال الطاقة الريحية. هي توجد في تونس، مقرها في تونس حاليا، وحاصلة على براعة اختراع دولي في ميدان إنتاج الطاقة الريحية. فشو بتتميز الاختراعات اللي عم تطلع فيها صافون انرجي؟ بالنسبة للمنتوج الأخير لصافون إنرجي، هو عبارة عن ماكينة لتحويل الطاقة الريحية، مختلف جذريا على الناعورات أو المراوح الحالية لإنتاج الطاقة. تتميز عليها على عديد معناها في عديد المجالات. ولا لو تسمح معي يمكن نفسر شوية للمستمعين ما هو الفرق. أكيد، يلا يعني تفضل. لأن لازم نفهم أولا ما كيفية إنتاج الطاقة في المراوح الكلاسيكية. لو نسمح نقول مراوح كلاسيكية، هو لما معناها بيدخل لها الريح في التوربين، بيحرك الشفرات بليدز بتاعت التوربين دي، يعني في حركة دوران ميكانيكي، ثم يتحول عن طريق المحولات الكهربائية إلى طاقة كهربائية. حركة الدوران بتاعت التوربينات هذه تتسبب في كثير من المشاكل، من المشاكل على الإنتاج. يعني في حد نظري اللي هو 59%، اللي هو باتس ليميت، ما نقدرش نتجاوز هذا الحد النظري. في حاجات أخرى، يعني مثلا فيما يخص المشاكل اللي يمكن تنجر على حركة الدورة نفسها، كمثلا الضجيج الناتج عن حركة الدوران، مثلا المشاكل اللي يمكن تكون فيما يخص تشويش الرادارات الأرضية، ولا الموجات الراديو والتلفزيون الأرضي. في كثير من المشاكل، ولا مشاكل الأكسيدنت مثلا. في كثير ناس بتتحدث عن حوادث تقع بمجرد كسر الشفرات وانطلاقها من التوربين إلى المناطق المجاورة، ويمكن بالتالي أنها يعني تهدد سلامة الجوار. فبالنسبة لصافون انرجي تكنولوجي، اللي هي اسمها سافونيون، الماكينة اسمها سافونيون، متخلية تماما على حركة الدوران هذه. معناها وفي الافيشنسي بتاعتها تتجاوز مرتين فاصل ثلاثة الافيشنسي بتاعت التوربينات الكلاسيكية حاليا. خلف هذا، هي ما فيهاش يعني مشاكل، هذا ما نجم نأكدوه نحن من طرفنا، ما فيهاش المشاكل الناتجة عن التوربينات الكلاسيكية. مثلا ما فيها حتى تهديد ما هو العصافير وغيره، ما فيهاش تهديد للموجات الرادار الأرضية موجة الراديو والتلفزيون الأرضي، وما تعملش ضجيج. هي مستوحاة من فكرة البواخر الشراعية، يعني مستمدة من الشراع. خلف هذا، والأهم بالنسبة للبزنس، اللي هو الكوست، يعني الثمن بتاعت الإنتاج بتاعتها منخفض كثير مقارنة بالتوربينات الكلاسيكية الحالية. وبالطبع ما تهددش السلامة أبدا، لأنها ما فيش حركة دوران، ويعني عملية إنتاج جديدة كليا. وقد معنا حسب التقييم بعض الإخصائيين في الولايات المتحدة وفي آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، يقولوا أنها ممكن هذه التكنولوجيا تكون تقيم ثورة في ميدان إنتاج الطاقة الريحية. حلو، كتير حلو. أنت كونك مخترع بصافون إنرجي، شو عم تعملوا لحتى هول الاختراعات يتطبقوا على الأرض؟ يعني هي بالأول زي ما تقولوا في لبنان بتبلش فكرة، صح، مظبوط. بس فكرة مش كافية. فكرة لازم مع الفكرة في أولا يعني زي ما نقوله دراسة لازم تقع للسوق البحث العلمي، نحكي مش السوق بتاعت الإنتاج، للسوق البحث العلمي. هل هذه الفكرة موجودة أو غير موجودة؟ عشان من الأول بنبلش صح.
يعني ما نبلش في حاجة يمكن تاخد مننا سنين بعدين نلاقيها في تايلاند ولا في أمريكا ولا في كندا ولا في أوروبا. أكيد. فهماني مايا؟ أكيد أكيد. يعني بتبلش فكرة بعدين بنعمل يعني باتنت يعني تسجيل براءة الاختراع هذه. بالنسبة لسافون هي مسجلة في ويبو World Intellectual Property International المقرها في جنيف، يعني براءة اختراع دولي. أوكي. ثم بيان سور لازم الموديليزيشن معناها البنيان النظري والتطبيقي وبعدين تيجي تيست وغيره. وهلا عم تحكوا مع حدا كرمال سمعاني معي؟ عم بسمعك. هل انتم بصدد انه تعملوا احاديث مع اشخاص يقدروا يمولوا تصنيع سافونيان مثلا؟ حاليا في بعض المشاورات مع شركة عملاقة في ميدان انتاج الطاقة، ان كانت طاقة ريحية او غيرها. في اهتمام كبير دولي بهذه التكنولوجيا الجديدة، بس يعني كل مرحلة تاخذ وقتها يعني. اكيد اكيد، بس قريبة يعني مش كتير مطولة لحتى تنزل على السوق. لا هي حسب يعني دلوقتي احنا في المجال التقني والتكنولوجي يعني الملف نجم نقوله سايك واصبح كامل يعني لانزالها للسوق، بس عملية التصنيع والتنزيل للسوق في وقت تحضير. يعني بعض الاخصائيين يتحدثوا في اوروبا وفي الولايات المتحدة يتحدثوا على سنتين لحتى نشوف هذه التكنولوجيا في السوق، يعني 2013 2014. إن شاء الله. شو بتقدم اليوم أنيس نصيحة للرائد الأعمال التونسي؟ لهنا نقول للرائد الأعمال التونسي يعني أولا لما يخمم في بزنس ولا يعني في لما يخمم في البزنس ما يلزمش يخمم على حدود تونس في حد ذاته، لازم يخمم جلوبال. ثاني حاجة اللي هي المهمة اللي هي الثقة في النفس. لما نتحدث احنا في العالم العربي مثلا اليوم مايا صعب كتير نصدق انه ممكن احنا يعني في الوطن العربي وشمال افريقيا او الشرق الاوسط والخليج ممكن نعمل ثورة في التكنولوجيا. في سافون انرجي والواقع اثبت هذا، واليوم عالم كامل يتحدث على التكنولوجيا، ممكن اذا امننا بقدراتنا. بالنسبة للتكنولوجيا سافون يعني كفكرة هي تونسية 100%، تطويرها تونسي 100%، والتستنج بتاعتها صار في تونس 100%. يعني هنا وقع تكسير لك لما أسميه أنا عقدة الخواجة. حلو. أنيس مسؤول شريك، مؤسس شريك، مسؤول عن التكنولوجيا ومخترع في سافون انرجي، شكرا لتحدثك مع ومضة، وإن شاء الله بال 2014 منشوف سافون، منتجات سافون بالأسواق والعالم العربي كله. مرسي مايا، شكرا على الضيافة.